يبقى تعالوا بقى نتكلم في موضوع لذيذ، وانا عايز اسالك فيه بقى، بما ان انا ما عنديش على تيك توك، يعني انا اوكي، كلينا لغايه اللحظه دي ما عنديش تيك توك، ليه كده؟ مش عارفه، ليه كده؟ واللي بحس ان زيك لو عايش هو ازاي؟ انا مش فاهم. بحر واسع قوي، وان انا مش قد، وعارفه انا عايز ازاي. هو فعلا التيك توك بحسه من اكتر كمان المنصات اللي عايز يقدم محتوى ويتعرف بسرعه بيروح للتيك توك، هل فعلا ده حقيقي؟ هو من اكتر المنصات الاكثر انتشارا او اوكي، الاسرع انتشارا، التيك توك. وبحسه واخد طبقات كتير من المجتمع. هو واخد طبقات كتير وطبق، بس مش كل المجتمع. بص اقول لك على حاجه، في معلومه يمكن اي حد على السوشيال ميديا هيبقى عارفها، ان كل منصه وليها الجمهور بتاعها. يعني اوكي. بمعنى التيك توك ليه جمهور التيك توك، واليوتيوب ليه جمهور اليوتيوب. في مشتركين، بس في جمهور هو متابع لليوتيوب بس، صح، وفي جمهور للتيك توك بس، اوافق. والانستجرام موضوع تاني، والفيسبوك موضوع تالت. فكل منصه وليها طريقتها اصلا في العرض. يعني يمكن الانستجرام والتيك توك عشان الاثنين ريلز، فالاثنين قريبين شويه من بعض. اوكي. لكن اليوتيوب والفيسبوك مختلفين شويه. حتى ايفن لما دخلوا الريلز في الفيسبوك وعلى اليوتيوب، الناس اتلخبطت. الكرييترز اللي هو ايوه هننزل صح، الفيديوهات الطويله بتاعتنا، ولا هننزل ريلز، ولا هنعمل ايه؟ هنعمل فحصل ايه؟ شويه لخبطه كده. ايوه انت دي حقيقة. فالتيك توك هو اسرعهم انتشارا. طب احنا ليه بطلنا فيديوهات اللياقة البدنية؟ ليه ما عملناش ده وده؟ مثلا بالفلوس بقى، بس خسرنا نكسب قرشين. ايوه، ما هو برضه في اللياقة ماني البدنية، ماني ماني توك وريفر توك. ما هو الماني ده برضه بيجي من اللياقة البدنية. ما اشوف قد ايه ناس ده مصر دلوقتي كلها بقت عايزة تعمل مهتمة فورمة. بصحتها وعايزة ايوه، تعمل لا فورمة انت فاهمه غلط، انت فاهمه غلط. لا انا بقى، انا بكسب منه، فمش عايزه اديه ببلاش. انا مستغل الصراحه، مستغل بصراحه اللي هو مش فرصه. فهمت، عشان دي انت بتعمل اونلاين عشان تريننج. انا شغال اونلاين كوتشنج. فالاول كنت بشتغل عشان ما حدش كان لسه عارفني، اوكي. فكنت بدي الانفو فور ما فري، هو برضه وكنت لازم بقولها وبتاع. علشان الناس ترجع وخلي بالك تركز برضو، معاك ان انت بتعمل ده وانت مشهور. فانا دلوقتي انا بتمرن مع احمد دي من دييجو، ناحيه الاعلانات فاهم؟ بس. في حته كده برضه. بس هو في حته عايز اقولها لك، مجال الفتنس صغير، تمام؟ فالانفو اللي انت بتقولها خلاص كلها اتحرقت، وفي اكتر من ترينر مشهورين في الوطن العربي، وقالوا تقريبا كل حاجه. دي فما حقيقة. فيش حاجه تانية تتقال. ايفن هما نفسهم اغلب الترينرز اللي على اليوتيوب اتجهوا للتيك توك، ابتدوا يعملوا ريلز صغيره، لان ما اظنش ان عندهم حاجه تانية يقولوها. خلاص كله اتقال، واي حد عايز يسيرش على اي حاجه هيلاقي 100 واحد مليون قايلها ريفرنس. ايوه على دي اليوتيوب. حقيقة. انت فاهماني؟ فايفن حتى لو رجعت اتكلم هتكلم في ايه؟ صح. ما انا قلت كل حاجه خلاص. لو انت جواك تبقى مقتنع، خلاص انا قلت اللي عندي، خلاص يبقى انت فعلا قلت اللي عندك بالظبط. يعني. وبعدين ان حد يعمل تقدم او بروجرس من خلال معلومات بسيطه على اليوتيوب، مش دي اصح حاجه. صح. لان كل حاجه وليها اتجاهات كتير، جسمه. وليها شكل كتير. طبعا. والبادي تايب بتاعه، وحاجات كتير جدا. علشان تعمل ده لازم تكون مع مدرب محترف، ماسكك من الاول للاخر، عامل لك النيوتريشن بلان بتاعتك، برنامج التغذيه بتاعك، التريننج بلان بتاعتك، علشان تقدر توصل للهدف بتاعك. صح. انت فاهماني؟ انا انت تاخد معلومات شويه. حساك لازم تمثل، ما اعرفش ليه. صح. لازم. على فكره انا بحاول الفتره والله دي. بجد انا حساك يعني، والله هو واخد طريقته دبلومه، واخد وورش دبلومه وحاجات كده. ورشه من التمثيل السينمائي. ايه ده، حلو ده. وداخل ليفل 2 ان شاء الله قريب. ايه ده، برافو برافو عليك والله. لا بحاول، حلو، انا انت مش عندك ساكت. تارجت. طبعا. ما هنقعد لهم كده. ايوه، ما هو انا انا بقى قادم.